سعادتك، أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية في أبوظبي تعرض ابتكاراتها اليوم في جايتكس 2024. كيف يعكس ذلك التزام أبوظبي اليوم بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات الرقمية؟ نعم، ما يميز مشاركتنا في جناح حكومة أبوظبي أن نحن نأكد التزامنا في تعزيز كفاءة تجربة المتعاملين وأيضا رفع الإنتاجية بما ينعكس على الخدمات الرقمية والعمليات التشغيلية والارتقاء بها لكافة أفراد المجتمع والشركات، وأيضا من خلال الابتكار والحلول الرقمية المتطورة اللي تقدمها الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. نحن نسعى إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كنموذج عالمي رائد للحكومة الرقمية، وبذلك نحن نسعى وندفع عملية أو عجلة الابتكار والتنوع في الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي بما يمكننا في الإسهام في صنع مستقبل رقمي متكامل للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.